يقول: في بلدنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، فما حكم هذا العمل الذي نقوم به؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من مواليد الأولياء وغيرهم أو الملوك أو السادة أو كل هذا من البدع في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، إنما حدث الاحتفال بالمولد بعد القرون المفضلة، بعد 100 أو 106. الاحتفال بالمولد بدعة. وذكر الله لا يحدد بالمولد، ذكر الله مطلوب في كل وقت وفي كل مكان، لا يحدد بيوم معين أو بيوم المولد أو ما أشبه ذلك.